يا اهلا فيكم اصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم رح ننتقل للنباتات الخارجيه وتحديدا للمناطق اللي بتجيها الشمس لفتره طويله. اذا عندك بلكونه او حديقه وحابب تزرعها بنباتات بتحب الشمس فخليكم معي لاخر الفيديو. بتتحمل حرارة وبتحب الشمس بنفس الوقت، لأنه مو كل النباتات الخارجية بتحب الشمس، في منها بنحرق. لهيك خليكم معي عشان نحكي عن 4 نباتات مزهرة ممكن تنحط بالمكان الخارجي. نبدأ بأول وحدة وهي لانتانا كمارا، وهي من النباتات المزهرة اللي ممكن تكون حولية أو ممكن تكون معمرة حسب الزون اللي هي فيه. هلا أزهارها لونها كتير حلوة وأوراقها برضو حلوة، لكن أوراقها إلها ريحة حمضيات، أزهارها ريحتهم مش الكل ممكن يتقبلها. هلا كيف بدي اكاثرها؟ بالعقل او كمان ممكن بالبذور. اذا بالعقل ممكن تكون طول عقلي 10 سنتيمتر، بزرعها بالتربه او بالمي بفتره الربيع او بالصيف. لانتانا كمان بتحب الدفى اكثر، وكمان ممكن نعتبرها نبات سياج او هيدجز، يعني ممكن نحطها حوالين البيت كسياج او ممكن تكون كنبته معلقه، برضه بتطلع كثير حلوه. رقم 2 وهي دورانتا، وهي من النباتات المزهرة الاستوائية، برضو في منها حولي وفي منها دائما خضراء ومعمر حسب نوعها. هلا هي بتزرع بالربيع وكمان بالصيف، ممكن تتعب بالشتاء، لكنها طول الصيف والربيع ممكن تعطي زهر كتير جميل وحلو، ممكن تنفع كنبات سياج، وكمان حسب القص تبعها التريمينج او التقليم كيف احنا بنقلمها ممكن تتشكل عندنا. كيف بدنا نكاثرها؟ من خلال العقل، باخذ عقله تكون يعني مو طريه غضه، وكمان تكون عليها ورقتين، بقص الاوراق الباقيه اللي عليها وبحطها بالتربه. ممكن عشان اسرع النمو في ناس بربطوا كيس عليها كلها بعد ما يرطبوها، وكل 10 ايام بيفتحوا الكيس برطبوها وبرجعوا يسكروه عشان يسرعوا النمو. وكمان ممكن اني اغطس العقلة في هرمون التجذير عشان برضو اسرع عملية التجذير. نيجي لرقم 3 وهي نبتة الساعة 4 او كمان مارفل او نبات شب الليل، وهي من النباتات اللي بتتفتح ازهارها خلال الساعة 4 العصر وبتضل لتاني يوم الصبح، بعدين ترجع تتسكر ازهارها. ما بدها عناية كتير، وفي منها المعمر وفي منها الحولي حسب النوع وحسب المكان. كمان هي من النباتات اللي تزرع بالبذور في فترة الربيع، وإلها ألوان كتير، في فوشي، في كمان باي كالرز، يعني بتكون الزهرة نفسها إلها لونين، فجميلة كتير وبنصحكم كتير تزرعوها. فصراحة أنا نجي لرقم 4 وهي نبتة الهبسكس، وهي من النباتات المزهرة الاستوائية المعمرة ودائمة الخضرة. كمان تعتبر من النباتات الجميلة لأنه وردتها مختلفة وكبيرة، وفي منها لون أصفر وفي منها لون أحمر. كمان ممكن تزرع بالربيع، أواخر الربيع وأوائل الصيف. الهبسكس بتحب الشمس، لكن مش غلط إنه نوفرها شوية ظل خلال الأيام الحارة كتير، تفضل هي الحرارة من 16 ل 32 درجة مئوية، ما بتحب البرد والصقيع، فممكن برضو نغطيها او اذا كانت بجوار ندخلها لمكان ادفى شوي، ولانه هي بتحب اصلا الجو الدافي. في كمان عندنا المجنونه، في كمان الجيرانيوم او الخبيزه، في كمان الياسمين الازرق وفي الياسمين الابيض. كمان كتير في انواع، لكن انا يعني حكيت عن الانواع اللي مش كتير معروفه عندنا، او انا بالعاده بحكي عن الخبيزه، بحكي عن المجنونه كتير حكينا عنها. هدول كتير دائمين وبتحملوا، ومعمرات الخبيزة والمجنونة أكثر إشي صراحة أنا بحب إنه ينزرعوا بالبيوت، خصوصا المجنونة لأنه لون أزهارها الفوشي أو اللي مائل على بنفسجي لما يعبي المكان بعطي منظر كتير حلو. وكمان بالصيف بتحب هي الشمس، إذا إحنا لاحظنا إنه هي ما عم تزر منيح فمعناته هي بدها شمس أكثر. والجيرانيوم أو الخبيزة يفضل إنه أنا أعمل ديد هيدينج للورق أو الورد الناشف،
لأنه هي بتطفي ورودها بعدين ترجع تطلع كمان مرة، وهكذا طول فترة الصيف والربيع. إذا حابين أحكي كمان عن النباتات المزهرة للمكان المشمس الخارجي اكتبوا لي بالتعليقات عشان نعمل بارت 2 كمان، لأنه الفيديو الجاي رح يكون عن نباتات خارجية بتحب الشمس لكن بتعطي خضار أكتر، يعني هي غير مزهرة وبتعطي خضار. وشكرا لمتابعتكم، شكرا لانه حضرتوني لاخر الفيديو. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع اي حدا بحب النباتات، واحكوا لي دائما شو بتحبوا عن ايش احكي، بما انه احنا هلا بلشنا مرحله جديده. وبس، والى اللقاء.